السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم احنا يا في بيت واحد الحالة إنسانية جديدة عند أختنا أسماء جريدر من مواليد 1988. أختي أسماء ما نصفهاش القضاء، كترق باب الإعلام، لبينا النداء ديالها، جينا عندها باش تحكي الرأي العام المشكل ديالها. تفضلي أختي أسماء. أنا جريدر أسماء، تعرفت على واحد الإنسان وكانت عندي 17 عام وتزوجنا، وهذاك وكان كيضربني ويتكرفص عليا وكان كيهرس عليا المعان، وهذاك وكان كيضربني، وكنت أنصح أنا نعيش حياة زينة كأي بنت عندها حلم. وفي التالي فاجأني، تصدمت الشيء اللي كيدير ليا، كيضربني وكيعطيني العصا، كيقلب عليا الماعان بزاف ديال الحوايج، كان كيعمروا دارهم، كيهز عليا الماعان، كيجي معصب، كيقول لي دارنا قالوا اميها قالت، فيما نقول لي كيقول لي اميها قالت، عائلتي قالت، اميها قالت لي ما كي ساكته، ما كي ما كدوي، هذا كنت عازله بوحدي، وكيجي يقرب عليا الماعان. شحال كان في العمر ديال ولدك؟ كان عنده عام فاش طلقت. بقى معايا هنا، جبته وولدت هنا وكل شيء هنا. ما جاش عندك؟ جيت عنده حامل هنا، يلا عندي شهرين ما جا لدارهم. في الدار البيضاء جيت انا حامله، يلا عندي شهرين باش جيت هنا الاسفي، تكرفص عليا انا حامله وانا كيضرب فيا، كيقول لي هاد الدري اللي بيناتنا نحيدو، كيهز الكرش رجلو كيعطيها الكرشي. طليقك الان مزوج ولا مزوج وعنده ولد؟ مزوج طليق وعنده ولد. شكون اللي طلب الطلاق، انت ولا هو؟ انا اللي طلبت الطلاق. باش حكمت لك المحكمه؟ حكمت لي بطلاق الشقاق، حكمت لي بزياره نهار الحد يجي يزور. كان كيدي ولدو؟ ما كاش كيجي مدة 5 سنين. اللي جا قال لي، جا واحد النهار قال لي جمع العون القضائي، قال لي أنا فريق الحدادي، وجا معاه العون القضائي، قال لي الزيارة ديال الولد عطيتو ليهم، أيه مسيني، عطيتو فوتوكوبي ديال لاكارت، أيه، قلت لي صافي نهار الحد يدي، نهار الحد من بيت يجي يدي الدري، عطيتو ليه الدري غوت بكا، ما بغاش يمشي عند باه ولا في حالة هستيرية. سمعوا السكان الغوت ديال الدري، وسمعوا السكان الغوت ديال الدري، وقالوا لي السكان الدري غيخرج لي عقله، خليه معمه هو ما باش يمشي، وهذاك هو يمشي للعون القضائي. كان صباح بيوم الاثنين، جدي لحد بيوم الاثنين كان صباح، بان العون القضائي داعيني باهانه موظف، انا ما عيرتو ما حتى حاجه، تشهدوا معايا السكان بانني انا ما عيرت العون القضائي لا والو، خرجت انا ويا ابتدائي واستنافي براءه، وبان الدري عطيتو لباه، وشاهد العون القضائي بانني سلمت لباه، والدري غوت بك، ما عندي انا ما ندير لولدي، واش انا نمشي نقتل ولدي ونقول لي زيد عنده ولدي ما بغاش يمشي، ما عندي انا ما ندير، انا كنطالب من الراي العام وكنطالب من كل شيء وقفوا معنا العداله، ما نصفتنيش العداله، ضيعتني في حقي وحق ولدي، انا تقيت الام ما تحرمت من كيدات ولدي، انا ما نقدرش نعيش بلا ولدي، اللي مشى لي ولدي انا الحمار، كنطالب من كل شيء والمغرب كامل يوقف معايا كأم، ما يتحرمش منها ولدها، انا اللي حملت، انا اللي هزيت وفي كرشي، انا اللي ربيت، انا اللي كان مرض، انا اللي كنت خلاني. شنو كنطالب من الرأي العام؟ بعد ما نصفقش القضاء انا كنطالب بالرأي العام يوقف معايا ويشدوا لي حقي،
وكنطالب بان ما يدوش ليا ولدي وانا ولدي يبقى معايا ولا مشى ليا ولدي انا نموت ما نقدرش نساعة دقيقه ما نعيش بلا ولدي انا عندي ورقيه عندي اثباتاتي انا عندي محضر ديال با شاهد بانني انا كنوري لي كنعطي لي في الواتساب ما كنمتناش لي كنعطي لي عندي المحضر ديال الشهود عندي تصاور عندي كل شيء عندي بان العون القضائي خارجه معايا براءه عندي العون القضائي بان شاهد على راسه بانني كنعطي لي وكنوري لي علاش انا حقي يضيع علاش انا حقي يضيع بورقيه وبدلائل علاش انا حقي يضيع علاش ام ما نصفوهاش علاش كبدت تتحرم عنا انا ما مزوزه ما حتى حاجه وهو مزوز عنده ولدي خليني انا وولدي عايشين هاديين نقري كيقرا في الثالث ولدك ولات كتعيط لي المدرسه ولا كيوقع لي انهيار عصبي كيعيطوا ليك وقولي جدي ولدك مكديك وقولي الطبيبة عنده خلعة جالو جامع عنده تهجة عنده الخلعة ولدي ولا يتخلع من ورا اللي كان جال عن القضائي ولدي وقعت لي صدمة هامة عندي وراقي عندي دلائلي هامة بأن الدري واقع لي صدمة هاوة ديال سبيطار محمد الخامس هاوة عندي الروسي بأنه ديال سبيطار محمد الخامس عندي شهادة ها هو فيني عندي الأب بأنه مزوز عندي المحضر ديال العام القضائي بانه اعطيته لي ما امتنعش هو الدري بكا عندي بان باه كيصيفط لي تهديدات قبل الجلسه كيصيفط لي تهديدات ها هما التهديدات كيقول لي انا حلفت نحرم منك ولدك ها هما عندي قبل ما يتحكم الملف ها هما عندي بانه براءه ها هما سينافي وابتدائي هما عندي بان المحاضر هما اش كيقولوا الشهود بانني سلمت لي عندي هاوة عندي محضر ديال با بانني كنوريه لي ما كنمتنعش عندي الدلائل اشنو بغاو هذا القضاء واش بغي يحرم ام كبدتها انا ما بغاش تفهم ليا بان العون القضائي جا عندي وبغى ينفذ باش يدي الدري انا ما فهمتش انا ما كايناش انا كنت نهار 27 في شهر 8 كنت انا في الرباط ملف هذا اللي حيدوا لي منه الحضانه سقطوها ليا انا طعنت في الملف ديته النقد باش يتعاود وجا العون القضائي وانا ما كايناش انا في الرباط وجا قال لك بانني انا كنت موجوده انا ما شفتوش لحد الان انا ما شفتش العون القضائي وبلا لاكارت بلا توقيع ديالي هذا الشيء ها تزوير هذا كيتسمى ان هذا العون القضائي التزوير ودا ليا محضر امتنع انا ما كنتش انا كنت في الرباط انا يديروا التحريات ويديروا الابحاث ديالهم واش كنت في الرباط ولا ما كنتش في الرباط بانني عندي ميل في تما ومشيت عطوني استدعاء قال لي باش تبلغي باش يجاوب على المذكره اللي دايره في النقد ديال هذا الملف ديال اسقاط الحضانه اللي استئناف ما نصفطنيش فيه علاش هو بغى يديني خليني مع ماما هو عنده وليداته ما تو اي حاجه ما راكش حتى حاجه وعلاش بغاني فلقنا مع ماما انا بغيت ماما نعيش معاها واخت اي حاجه نعيش معاها هي اللي في قلبي بغيت نعيش معاها بغيت نبقى معاها الا فلقنا نموت كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام الحاله ديال اختنا اسماء كتعبر بنفسها يعني ما نحتاج حنا نطولوا الكلام ولا نقولوا شي حاجه اخرى عاوتاني رسالتنا كاعلام هادف هو نوصلوا هذه الرسالة بكل أمانة للرأي العام بعد ما القضاء ما دارش خدمته وما نصفهاش هاد السيد كيخدم عسكري وبغى يفرض الوجود دياله بهاد المسألة أنه كيتعنى ديما كيقول ليها لأنه خدام وكيف ما جف شفنا احنا في لحد يعني في الميساجات اللي شفنا عندها لف هنا لف الواتساب كيهددها كيقول لها زعما انا راه ما تصوري مني حتى حاجه انا راه معايا من البوليس وانا معايا كذا وانا معايا كذا هذا في حد ذاته ظلم لهذه السيده وهذا الوليد ديالها لذلك رسالتنا راها واضحه كنتمنوا يعني من الراي العام سواء الناس الفيسبوك الناس اليوتيوب الناس يعني اللي كيشوفوا كل من توصل بهذه الرساله هذه يعاونها يوقف معاه باش ما استطاع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.